نوهنا في بداية الحلقة أن الفقرة الطبية النهاردة هتكون معنا معاها دكتور دينا أبو السعود، وهنتكلم عن ملف مختلف. كل مرة دكتور دينا بتكون معنا بنتكلم عن ملف مختلف، بس بيهم حضراتكم جدا، أسئلتكم أكيد بتكون مهمة برضو اللي بتتبعت، بنحاول على قد ما نقدر أن احنا نسألها كلها لدكتور دينا. بس النهاردة هنتكلم تحديدا لأن أكيد كل بنت وكل سيدة بتهتم بجمالها، دي فطرة عندنا، وبتهتم كمان بصحتها. النهاردة هنتكلم تحديدا عن أهمية الفيتامينز في تعزيز جمال المرأة، وإيه اللي نقدر نعمله، إيه اللي نقدر ناخده، وإيه الفيتامينز الأساسية اللي ما ينفيش غنى عنها. لأن في ناس كتير بتقول لك سيبها على الله مش مشكلة، تقول لك لا خلاص يعني ما مش أزمة لما مثلا أروح لسن الأربعين. طب هل أصلا الموضوع ده صح ولا غلط؟ وقصة الفيتامينز ولاش علاقة بالسن، أنت لازم تاخده أو لازم تاخديه من سن صغير. هنعرف كل ده مع دكتور دينا. بونجور جدا. بونجور يا حبيبة قلبي. ملف مهم كالعادة. طبعا أكيد. والمشكله بقى ان احنا عندنا يقول لك ايه معلومات عامه كده دارجه، ما تبقيش عارفه اصلا اصلها من فصلها، والكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. قصه ان الفيتامينز اول حاجه تتقال ان لا لا لما نتم 40 ممكن نبقى ندور للسيدات، يعني نبقى ندور على في قصه الفيتامينز ونهتم ومش عارف ايه. هل اصلا الكلام ده مظبوط؟ لا طبعا يا نهاوند مش مظبوط. البنات والستات من جميع الاعمار محتاجين فيتامينز يوميا، مش هقول شبه يومي، ومن سن صغير، من سن صغير من العشرينات محتاجين فيتامينز. يعني بتلاقي نقص فيتامين د دارج من سن صغير جدا. محتاجين اي بنت في سن صغير او حتى سيده بعد الأربعين محتاجه جدا تدعم جسمها وتدعم دمها وتدعم عظمها لو سنها كبير شويه مثلا بالكالسيوم، تدعم دمها بفيتامين بي كومبلكس وبالاخص فيتامين بي 12 الكوبالامين لان هو اللي بيكون لي خلايا الدم الحمراء. محتاجه جدا تدعم نشاطها، تدعم التمثيل الغذائي، التمثيل الغذائي وسرعه الايض ده بيتحفز بفيتامين بي. فوانس ان عندها نشاط هي لوحدها تحلو. الوش او الوجه محتاج جدا فيتامين سي لان فيتامين سي هو اللي بيعزز لي الكولاجين. الكولاجين بينقص من سن 25 سنه، صغير تبقى صغيره جدا. ليه بدري كده؟ احنا ما بنلحقش 25 سنه، ده صغير جدا. اه طبعا. طب ما يستنوا علينا 45. طب ليه ده والله؟ طبيعي. لا الكولاجين، الكولاجين ده بروتين صحي جدا ومن اهم البروتينات لصحه البشره ولصحه غضاريفنا. يعني الغضاريف كلها فيها كولاجين، فعشان كده طول الوقت بيقول لك ايه كله كوارع. طب ايه يا جماعه، انا مش انا واحده فعلا أنا ما بحبش الكوارع عشان كلها كولاجين. فبدعم بفيتامين سي. فيتامين سي بيعزز لي الكولاجين وبيعزز لي امتصاص الحديد عشان ما يجيليش انيميا. مثلا. طيب ايه تاني مهم؟ فيتامين اي مهم جدا للسيدات كمان، ومهم لتعزيز الدوره الدمويه، ومهم لعدم اكسده الدهون الضاره ويبتدي الكوليسترول يترسب ويعمل لي تصلب شرايين مثلا. بيدعم جدا. مهم لتدعيم الخصوبه عند السيدات لانه بيعزز لي الدوره الدمويه في المبايض مثلا، وليس علاج لمرض العقم برضو. لازم الست، اي ست او اي حد بيتفرج فينا يعرف الفرق بين الفيتامينات طبعا والادويه طبعا. الكالسيوم مهم جدا لتدعيم خلايا العظم. فلا غنى، لا غنى عن الفيتامينات والمعادن يوميا. كويس. انتيك من الاكل وانتيك من المكملات الغذائيه. يبقى دي اول حاجه زي ما اتقال ماث او زي ما اتقال معلومه خاطئه موجوده عندنا ان لا واحنا صغيرين ما فيش مشكله ولا نركز مع الفيتامينز. لا مفيش حاجه اسمها كده، مش من سن ال 40، من سن صغير يمكن كمان قبل 25 يعني ممكن ان احنا نبدا من واحنا صغيرين. أكيد. كل ما ابتدينا بدري كل ما احسن. اكيد طبعا اكيد. دي نقطه كويسه جدا. طيب انا دلوقتي واحده مثلا بنتكلم النهارده عن فقره، انا بتابع يعني الحلقه، بنتكلم عن فقره الاهتمام بجمال المراه والضوافر والشعر والبشره وغيره. اعرف منين اصلا ان انا عندي بوادر كده او عندي ازمه او عندي مشكله مع شعري؟ يعني لما يبقى في تساقط، اصل التساقط الشعر ده طبيعي بيبقى في عدد معين كل يوم لازم شعرايه في اليوم، لكن امتى زي ما بيتقال كده بيبقى في اكسيد للمشكله، فساعتها اقول لا انا كده شعري دي بوادر او علامات ان انا عندي ازمه. الضوافر امتى اعرف ان انا عندي ازمه؟ الوش امتى ابتدي اعرف ان انا عندي ازمه فيها؟ لو هبدا بالشعر، الشعر لما ينزل بالكتل بتلاقي بنات بينزل منها طبعا كتل كده، خصل وهي مثلا خصل بطول ومثلا وهي بتستحمى او في الارض مثلا في اوضه نومها بتلاقي كميه شعر فظيعه في الارض مثلا، وهي نايمه في السرير تصحى تلاقي المخده كلها شعر. ده طبعا يبقى عندها مشكله. من اهم الفيتامينات المهمه جدا جدا لتدعيم الشعر، والشعر لما يبقى شكله مقصف وتالف بيحتاج فيتامينات. هقول البيوتين، البيوتين فيتامين بي 7 مهم جدا جدا للشعر. ممكن اقول الزنك، الزنك مهم، الزنك مهم لاي حاجه بتتجدد.
ايه اللي بيتجدد؟ مثلا الشعر بيتجدد، الضوافر بتتجدد، خلايا الدم بتتجدد، فكل اي خليه عندنا حيه بتتجدد محتاجه زنك، لان الزنك مهم جدا للعمليات الحيويه في الجسم. فانا عندي نقص الزنك بيعمل لي مشاكل في تساقط الشعر، والشعر ما بقاش هيلثي، ما بقاش بيلمع. عندي النحاس مهم جدا، يمكن نمو الشعر الابيض في سن مبكر نتيجه نقص النحاس، الناس كتير مش عارفه ده. ان لما تلاقي شعر ده لو مش وراثي، يعني لو وراثه حاجه ثانيه بالظبط. عندك البيوتين، الزنك، النحاس، دول اهم ثلاث فيتامينز ما دام ما عنديش مرض بيؤدي الى تساقط شعر. يعني بطمن اكيد على الغده الدرقيه انها ماشيه سليم، بطمن على وظائف الكبد انها ماشيه سليمه، وباخد الفيتامينز بتاعتي، واكيد نقص الحديد كمان، فلازم اطمن على نسبه الحديد في الجسم. لو هتكلم على البشره بيبان عليها ايه؟ الشحوب. في ناس تحت عينيها بيبقى اسود كده وبيبقى داخل لجوه، بس داخل لجوه ده موضوع تاني ولا برضو؟ داخل لجوه ممكن يكون تعب، ارهاق، ما اعتنتش ببشرتها. لازم برضو مع الفيتامينز استخدم ترطيب الكريمات بتاعتي، الدي كريم والنايت كريم مع الفيتامينز عشان ما يحصلش جفاف. واحنا كمان داخلين على فصل الصيف، في ناس كتيره واكيد تعرفي منهم يقعدوا يحطوا تانينج اويل على وشهم ويقعدوا في الشمس كتير من غير حاجه، يعني حاجه مثلا زي سان سكرين او سان بلوك، ده خطر جدا. ده بلاش، انا سمعت كده، بلاش تانينج اويل اطلاقا على الوش، ده كارثه كارثه. هنحط تان اويل ده على الجسم، ما تحطوليش تان اويل على الوش بالزبط. اطلاقا هتحطوا سان بلوك على الوش او سان سكرين لو عايزين تاخدوا نسبه تان، لكن تان اويل على الوش زيت مع شمس ومفيش اس بي اف، ده خطر جدا جدا. يمكن كمان التشققات اللي بتبقى حوالين البق نتيجه نقص فيتامين بي كمان. ممكن نقول لو بغسل بعمل سناني كده ونزل دم، دم ممكن يبقى نقص فيتامين سي. انا ده بيحصل لي بقى، ممكن يبقى عندك نقص فيتامين سي. لو هتكلم على مثلا، لو هنبتدي بقى بالضوافر، الضوافر اللي بتتكسر بسرعه، نقص كالسيوم، النقط، النقط اللي بتبقى في الوانها بقى، في لبني وفي برتقاني وابيض في ازرق، نقص زنك وكالسيوم. صعبه، نقص زنك وكالسيوم وبيوتين مشكله كبيره على فكره. يمكن الحاجات بتبقى اعراضها ما بنلتفتش ليها، بس وراها بيبقى مشاكل، او دي بتبقى دلائل لمشاكل كتيره جدا بيعاني منها الجسم. طبعا حاجه سيريس مش طبعًا. بتبقى طب احنا ما عندناش كده حاجه يعني مثلا لو اتكلمنا عن الب مالتي فيت من الاخر، يقدر الب مالتي فيت ان هو يوفر لي كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده؟ يعني خلينا برضو نعرف بشكل تفصيلي شوية. ألب مالتي فيت برشحه وبقوة لكل الستات والبنات من جميع الأعمار تبتدي تستخدمه من النهاردة. ألب مالتي فيت الصورة بتاعته على الشاشة، بستأذن السادة المشاهدين إن هم يصوروا شكله، لأن ما عنديش بديل لا بالأرخص ولا بالأغلى. طبعا ألب مالتي فيت الحلو اللي فيه إنه ملم زي ما أنا قلت بالبيوتين وبالزنك وبالكالسيوم وبفيتامين سي وبفيتامين اي وبعائله فيتامين بي كلها زي ما احنا شايفين على الشاشه. رقم واحد هو مرخص من هيئه سلامه الغذاء، وده امان لكل نقطه برضه بنعيدها ومهمه لازم اللي بيتفرجوا علينا. رقم اثنين موجود في سلسله صيدليات كبيره في كل محافظات مصر. رقم ثلاثه مع الصيدليات احنا موفرين المنتج من خلال شركه بايو ناتشرال، الشركه المنتجه لهذا المكمل الغذائي الرائع. الارقام ظهر على الشاشه، احنا حطينا كمان رقمين لما قلت لي انا هوند ان الناس أيوة. بتشتكي ان الارقام مشغوله. والله بيبعتوا، عايز اقول لك كم ناس كانت يعني، اولا دي حاجه حلوه، الناس متابعه جدا ومهتمه جدا وبتدور على المنتج بشكل كبير، فده نجاح بجد الالب مالتي فيت فعلا. الحاجه الثانيه فعلا الفكره، يمكن الضغط كان الناس مش عارفه توصل طبعا، طبعا. فحلو ان انتوا زودتوا طبعا رقمين كمان. فانا برشح الب مالتي فيت طبعا بيدعم الشعر والضوافر وشكل النضاره بتاعه الوش، مع انها تعمل تحليل حديد وتعمل تحليل فيتامين د كويس، تتاكد ان هم مظبوطين. استخدمي الب مالتي فيت هتلاقي نتيجه رائعه بجد. ممكن تجيبوا اللي هي السلايد اللي كانت قبل كده اللي بيورينا ازاي الدواء لما بيدخل، او مش دواء يعني الفيتامين لما بيدخل للجسم ازاي ممكن نعيدها مره تانية عشان نعرف برضو بشرح كده، حضرتك تشرحي لنا ازاي بيتم اصلا بعد ما باخد الكبسول دي بتشتغل ازاي في الجسم بمعنى اصح. الب مالتي فيت هي ال 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 الجرعة اللي مصرح بيها هي كبسولة واحدة في اليوم. أيوة. بتنزل على المعدة وبتبتدي، طبعا لازم نهتم جدا بجهازنا الهضمي، لأن لازم نهتم بجهازنا الهضمي جدا، لأن هو الجهاز الهضمي المعدة والأمعاء هي اللي بتمتص الفيتامين. أنا لازم أخده على معدة مليانة مبدئيا؟ لا، معدة مليانة قوي لا،
انا على طول بقول بعد المعده المليانه دي مع الفيتامينات الاخرى زي أوكي. فيتامين كي زي فيتامين د زي فيتامين الف الحاجات اللي قابله للذوبان يعني فطار نقول مش غدا فطار وبعد الفطار بنص ساعه ما تبقاش المعده مليانه قوي او لو حابين الغدا ما تبقاش المعده مليانه قوي لان الفيتامينات اللي فيها قابله للذوبان في الماء فطبعا اللي احنا شايفينه على السكرين ده اللي بيميزنا وبيميز ألب مالتي فيت عن منتجات اخرى او مكملات غذائيه اخرى انه الاعلى في تركيز الزنك هو الاعلى في تركيز الزنك 23.9 ومعاه نحاس الاقوى كمضاد اكسده طول الوقت لازم ناخد انتي اوكسيدنتس عندي فيتامين سي انتي اوكسيدنت عندي فيتامين اي انتي اوكسيدنت داعم لتكوين خلايا العظام لانه فيه كالسيوم 70 ملي جرام 70 ده برسنتج كويسه يعني. برسنتج كويسه ان انا امشي بيه على طول اوكي يعني البني ادم الطبيعي محتاج 1000 فناخد برضو مع ألب مالتي فيت ندعم بالزبادي ندعم بالالبان الحاجات اللي فيها كالسيوم المكسرات لكن برسنتج معقوله ان انا ما اخافش ان يحصل ترسيب للكالسيوم دي نقطه فألب مالتي فيت رائع بمكوناته وبنسبه الرائعه اللي انا اقدر امشي بيه هيقولوا لي طيب انا مثلا لما اخده هلاقي تاثير في ايه هنلاقي تاثير في النشاط ودعم النشاط ودعم المزاج بدعم المزاج والمود جدا من ثالث يوم استخدام احنا المود ده يعني نقطه اصبتيها الصراحه ايوه طبعا واحنا الستات مودنا بياخدنا كله والله كله دلوقتي بسبب الستريس يعني كله بقى المود حتى التلاميذ يعني كله عنده الستريس بتاعه بشكل مختلف فقصه ان انا من خلال الفيتامينز انت جسمك بيقدر ان هو يبالانس الهرمونز فالمود بيبقى بالانس لحد ما لان حضرتك انا فاكره كنت قلت لنا قبل كده ان مشكله المود السوينج الموجوده السوينج مود او المود الوحش ده بيبقى نقص فيتامينز معين يعني ده طبعا بارت كبير منه بيبقى كده اكيد اكيد ألب مالتي فيت كمان يعني هو لما قلت للتلاميذ عندهم ستريس برشح جدا ألب مالتي فيت للطلبه اللي عندهم امتحانات عشان بيعلي معاهم قدره التركيز اكتر قدره النشاط اكتر النشاط الفكري بيعلى معاهم جدا حلو. فبياخدوا كبسوله واحده في اليوم هيلاقوا تركيز اعلى نشاط احسن مذاكره احسن بتهيألي انسب وقت الواحد يفكر في مكمل غذائي يعني كألب مالتي فيت هو الفتره دي ان انت عندك لسه احنا موضوع برضو كوفيد 19 ما خلصناش منه 100% طبعا من العالم وكان لسه في كلام عن فيروس جديد نازل لنا تحسي حاجه جديده البوم جديد نازل أيوة. اللي هو بتاع اسمه القرود ده ولا معرفش جدري القرود حاجه غريبه ربنا معانا ما خلاص بقى كوفيد 19 بقى له 4 سنين عايزين حاجه جديده بقى فالواحد في الاول وفي الاخر زي ما اتقال الوقايه خير من العلاج طبعا. فانا بامن نفسي بدي نفسي الفيتامينز بعمل التحاليل اللازمه فانا جسمي كده بيبقى لحد ما زي بيتقال حيطه سد لاي حاجه قد تصيبه على قد ما اقدر الواحد بيعمل كده والله انا هوند احنا بناخد فيتامينز لتدعيم المناعه زي ما انت قلتي بالزبط. عشان المناعه هي خط الدفاع الاول هي دي رحلتنا. مش قصه كوفيد 19 او يعني على اي حاجه على اي حاجه انا عايزه جسمي يفضل في مناعه قويه لان وانس المناعة قلت الجسم بيستقبل خلاص بكتيريا خلاص فيروسات مفيش مناعة من أهم الفيتامينات وبقول ألب مالتي فيت الأقوى أو من أقوى المكملات الغذائية لدعم المناعة فيتامين سي عندي 500 ميلي جرام رائع الزنك أعلى تركيز في الزنك مهم جدا المناعة almost 24 وعندي نحاس الثلاثة دول مهمين جدا المناعة والكوبالامين اللي هو بيكون لي كرات الدم الحمراء فألب مالتي فيت رائع رائع ان زي ما قلتي نخلي جسمنا حيطة سد نحاول ان احنا نحارب اي فيروسز او اي بكتيريا حتى لو بناكل اكل من الشارع مثلا في بكتيريا طب هيجي لنا لو ما عنديش مناعه أنا اسهال وتربيه الشارع ده ما بقتش فاهماه والله حاجه بقت غريبه يعني اكيد هم في منهم مترخص يعني بس في منهم برضو اكيد مش مترخص الله اعلم بس والله بشوف انا بحب اكل البيت اكتر انا بشوف مشاهد يعني الراجل ايده يعني تكاد تكون مش عارف يعني انا مش بحب مش ملفنا أكل دلوقتي أيوة انا بدعم اكل البيت اكتر عارفين يعني الزيت اللي احنا صحي بنطبخ بيه عامل ازاي عارفين احنا غسلين الخضار بتاعنا والسلطه بتاعتنا ازاي نقطه خل بقى على ميه وتتنشف عارفين يعني الاكل اللي في البيت طبعا احسن كتير على قد ما نقدر نخلي بالنا لان فعلا الواحد ما بقاش ضامن حاجه يعني الواحد على قد ما بيقدر بياخد الفيتامينز بيمشي صح بياكل صح ونسيبها على الله بعد أيوة. كده بصي بقى نروح لبعض اسئله المشاهدين لان الموضوع ده كومن يمكن انا من الناس الكومن عندي برضو
دينا شكري بتقول انا عندي 25 سنه، تحت عيني اوقات بيكون منتفخ واوقات بيكون فيه هالات سوداء، وانا تعبت جدا، عايزه اعرف اعمل ايه وايه الفيتامينز اللي انا محتاجاها. من اهم الفيتامينات هيبقى ليها فيتامين سي، مهم جدا، لان فيتامين سي اولا بيقوي لي الشعيرات الدمويه، فممكن يكون الدوره الدمويه عندها مش كويسه. فيتامين سي بيعزز لي امتصاص الحديد، لازم تطمن على نسبه الحديد في دمها قد ايه، ومع ان فيتامين سي بيعزز امتصاص الحديد لو هي بتاكل لحمه او كبده بس بتلاقي عندها برضو انيميا وان الحديد ما بيمتصش، مهم ليها جدا فيتامين سي، مهم ليها جدا فيتامين اي جدا، لان فيتامين اي مضاد للاكسده، لو عندها اكسده تحت العين ان الخلايا بتاعتها بدات تتلف وتتاكسد من الجو، من الشمس، من التدخين، من عدم شرب الميه الكافي، كل الحاجات دي بتاكسد، من الاكل المش صحي، من كميه السكر اللي بناكلها، من كميه الدهون الغير صحيه بناكلها، كل الحاجات دي بتاكسد. لو انا ما بعملش ده يبقى اكيد بعمل ده. ففيتامين اي مهم جدا لتدعيم الاكسده. سي واي، سي واي هيبقوا مهمين جدا ليها جدا. وطبعا كي ده لو عندها نقص فيتامين كي تاخده. ده كي ده ناخده من ايه بقى اصلا في الاكل؟ في الاكل موجود في المكسرات بس هو مش موجود بالقدر الكافي يعني، والريتينول والحاجات دي بتبقى مهمه جدا اكيد للبشره. الب مالتي فيت في فيتامين سي وفي فيتامين اي، فالاثنين دول هيبقوا حلوين قوي ليها، فاكيد بدعم لها الب مالتي فيت. هتاخد كبسوله واحده بس. والنتيجه ممكن تظهر بعد قد ايه لو التزمت ان هي كل يوم؟ هي هتلتزم وتنام كويس وتشرب ميه كويس، مهم قوي الميه، وتتاكد من مستوى الحديد، هتلاقي نتيجه في خلال اسبوعين ثلاثه هتلاقي تحسن ملحوظ في الهالات السوداء. طبعا انا عندي ثلاث شرايط في العلبه. ده ثلاث شهور يعني ولا؟ لا ده شهر واحد. شهر واحد شريت فيه 10 كبسولات. اوكي. هنا الشاشه بتبين لنا كل الفيتامينات والمعادن، من زنك، من فيتامين هي اللي هو فيتامين اي، من فيتامين سي، من ب 3، ب 6، ب 5، من النحاس، من الكالسيوم، من فيتامين ب 1، والبيوتين، وفيتامين بي 12، الكوبالامين، وحمض الفوليك اسيد او الفوليك. كل الفيتامينات اللي موجوده هتبقى داعمة ليها جدا، مش بس للبشره والشعر، هيبقى داعم للمناعه ليها، داعم للنشاط، داعم للتمثيل الغذائي، سرعه الايض وسرعه الحرق عندها هتبقى اعلى، وداعم لكل الوظائف الحيويه في الجسم. فطبعا نتيجته هتبقى رائعه. لو هتكلم عن النتيجه بالنسبه للشعر والبشره هلاقي من تاني اسبوع نتيجه. بس قلتي برضو جمله مهمه، بجانب ده لازم يبقى اللايف ستايل بتاعي صحي، يعني مش واحد يجي ياخد الب مالتي فيت وبعدين ايه ما بتغسلش وشها بعد الميك اب، شعرها على طول كل يوم سشوار، بتنام متاخر جدا. أيوة تيجي تقول الله هو مش شغال معايا ليه؟ لا، هي مش كبسوله سحريه، ده بيساعد ان انت يعني يبقى عندك او ده مكمل غذائي للفيتامينز اللي انت جسمك محتاجها، لكن في الاول وفي الاخر انا لازم يبقى اللايف ستايل بتاعي برضو سليم. وموضوع غسيل الوش في ناس بتنام كتير، ما دي كارثه، او تحط ميك اب الصبح، معظمنا حتى كمذيعات انا بس كنت بنروح زمان بنعمل بنشيل اللي في ناس بقى تقعد بيه طول اليوم بعدين تشيله، فده كارثه تانية. اهم حاجه انه يتشال يا نهاوند قبل ما انام. يعني بس برضه التعرض للشمس الدايركت على البشره بميك اب يعني، بس دي برضه حاجه كانت دكتور دينا انا فاكره قلتيها قبل كده تقريبا قبل رمضان، انا فاكراها كويس، ما ينفعش البنات اللي هم مثلا في الجامعه او في شغل في مكان مفتوح يحطوا ميك اب كتير، وقبل الميك اب كنت قلتي برضه لازم سان بلوك، حاجه زي كده وترطيب، لان ما ينفعش الشمس مع ميك اب ده يعني البشره بتتبهدل طبعا. كارثة تانية. الوقت بيجري بس قبل ما نخلص انا عايزه برضه اروح معاكي للستات او السيدات الكبار في السن بقى، يعني هروح معاكي مثلا مش هقول 40 بلس، طبعا 40 ده ستيل يونج، هنقول 55 مثلا بلس. السن ده بيبقى سن فيه اصلا تغيرات في الجسم وفي الهرمونز وفي غيره، فقصه ان انا عايزه ارجع تاني شباب، عايزه احافظ، في ناس بتبتدي تحافظ للاسف وفقا للثقافه من السن ده، يعني ننصحهم بايه؟ اللي عايزه تحافظ على نفسها بنصحها انها ما تاكلش اكل دسم طول الوقت، اول حاجه بلاش الاكل اللي فيه زيوت كتير جدا، بلاش اللحم عمال على بطال. ما بقولش ان احنا نوقف لحمه، اللحمه مهمه بس مش كل يوم لحمه، عشان كمان اليوريك اسيد اول ما يعلى مفاصلي هتوجعني، نقرس حاجات. اللايف ستايل في الاكل ان ما ينفعش ان انا اتعشى عشاء قد كده وانام، يعني أيوة. الغدا يبقى عشاء بالليل 12 بالليل وانام، ده كل ده مش صحي. لازم اشرب ميه على الاقل 3 لتر في اليوم، ده على الاقل. اقلل التدخين، بنقول ان الب مالتي فيت ممكن شويه يقاوم اضرار التدخين، لكن لا، مفيش حاجه
التدخين ضار جدا، فبنحاول ان احنا نقلله وناخد المكملات الغذائيه. انا برشح الفا مالتي. It's never too late ان انا ابدا مثلا وانا 55 بس لايف ستايل. لا ده انا يمكن كنت في النادي شفت رجل عنده 75 سنه صحته احسن مني ما شاء الله وحياه ربنا، فقعدت معاه واتكلمت معاه قال لي بياكل ايه، والصبح السلطه لازم يبقى كل الالوان موجوده في السلطه، النشويات بيقول لي 3 4 معالق بس، وبياخد فيتامينز ما شاء الله. فعشان كده عايزين نكبر ونفضل بصحتنا، عشان قلت لك قبل كده لو وقعنا ما حدش هيشيل، فنفضل في اي وقت واحنا بصحتنا لغايه اخر يوم في عمرنا. يا رب يا رب مسهل. نورتينا يا دكتور دينا ونصايح مهمه جدا، ويبقى لينا لقاءات ثانيه ان شاء الله وملفات اخرى تهم حضراتكم. كده احنا خلصنا الحلقه، هنروح لا مش هنروح حته بقى، هنروح فاصل. ايوه شوف حضراتكم في حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي.